قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. ما بالكم شي حد؟ لا مسي. سي حكيم الضربة هادي ديال موسى بلاتي وليت واحد صافي هادي سالم هادي هنا لكم على شي معلومات؟ لا ما لقينا حتى شي حاجه سيدي اللي كتبت الهويه. فين ساعه جبرتيها؟ تقريبا مع 11 سنه. طيب صافي سيدي لقيتو مع حاجه تبدل الهويه لا بزطام لا ساك لا بطاقه وطنيه لا والو. لا والو سيدي. حتى الفلوس ما كانش عندك. حتى شي حاجه السلام ورحمة الله. كيبقى السيدة؟ جاب الله عتقنا من الموت وخدم اللي ضاع منها بزايد بسبب ديك الضربة ديال الموس اللي كانت حقيقة ضربة واعرة. وانتم كتشوفوا حالتها يعني راه الآن في غيبوبة. وقتاش كتوقعها تفيق؟ إوا ما يمكن ليش نحدد الوقت. يمكن في يومين يمكن شهر أو شهرين. حتى إلا فقط المشي من المؤكد أن الضحية قد يتكلم معكم. طيب سي ما علينا غير نتهضروك. الله يخليك يا دكتور إلا سبحان الله فاقت يمكن لك تصل بنا. ما كاين حتى مشكل بعد تحسن الحالة ديالها وتفيق غادي نخبركم. شكرا على المساعدة. سي العنيد نعم قول لي عندكم شي معلومات عليها؟ مع الأسف لا ما عندها شي وثيقة اللي تثبت الهوية ديالها. في الواقع كنتمناو لما تفيق هي غتعطينا بعض المعلومات عليها وعلى الظروف اللي وقعت فيها الجريمة. غادي ما يكون باس إن شاء الله. إن شاء الله مع السلامة. مع الأسف ما عندنا حتى شي معطيات من موسى اللي تساعدنا باش نعثروا على المجرم أو المجرمين. أنا كتبان لي حاجة أخرى، علاش ما يكون شي واحد اللي كيخرج معاها ودار بها ما بغاو في الاخر خافها تفضحو ورماها؟ يمكن اينا ما مشكل. واش
السلام عليكم. شاف الله يخليك البيرو ديال الديكلاراسيون. ما خايف هادشي غير يطوال. هكذا وقع لواحد السيدة. شي واحد رماها وبقينا عامين عاد الحصن على المجرم. أنا ماشي الوقت اللي مخوفني، اللي مخوفني واش الضحية غادا تفيق ولا لا. ما عارفين عليها حتى شي حاجة، واش عاهرة، واش بنت عائلة، واش. زين. واحد السيد تما بلا يجي كيسول على أختو، صبتها في القاعة الإدارية. رجل فلاتي قولي ادخل. السلام عليكم. السلام، تفضل اسيدي. تحب الخاطر اسيدي؟ جيت كنسول على الاخت ديالي، غبت هذه مدة، قلبت عليها ما لقيتهاش. اسم ديالك؟ إبراهيم تامور. والأخت؟ مريم. شحال في عمرها؟ 23 سنة. كتقرا ولا خدامة؟ لا خدامة، لا ميسي في المجمع ديال الصناعة التقليدية. السكن؟ معايا في الدار. العنوان؟ زنقة العجلة رقم 3. شحال هادي وهي غايبة؟ كنت مسافر، ملي رجعت من السفر ما لقيتهاش في الدار. سولت عليها في الخدمه ديالها، قالوا لي بلي ما جاتش هذه 3 ايام. سولت عليها الجيران، حتى هما قالوا لي ما شافوهاش هذه 3 ايام. فتهولت عليها وما لقيت حتى حد عطاني عليها شي اخبار. عندك شي صوره ديالها؟ إبراهيم أخت ديال كينا، ولكن ماشي هنا في المستشفى. مالها؟ ياك لاباس؟ ما تخافش، ما ماتش، ولكن دابا هي في الإنعاش، مستشفى بمسينا مرباط. سي إبراهيم. نعم سي. واش الأخت ديالك مزوجة؟ كانت مزوجة، دابا مطلقة. هذا شي حد كتخرج معاه؟ لا ماسي، اختي انسانه معقوله، من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار. وزعما ما يكونش عندها شي صديق؟ داكشي اللي دوز عليها راجلها خلاها ما تفكرش حصر راجل. علاش؟ كان كيشتمها، كيضربها، كيتكربس عليها، كيخرجها في نصاصات من الليل. وعلاش؟ كان سكيرين ماسي. هذا معاه شي دراري؟ لا نعم سيدي. سميتو هاد السيد؟ عماري. فين كيخدم؟ كان عادي بيه خدام في المارشي ديال الحوت. كان؟ ودابا فين كيخدم؟ ما نعرف، تقطعت الصلة بيناتنا. سي إبراهيم، انت فين كتشك؟ ما نقدر نشك حتى شي حد، اختي كانت داخلة سوق راسها. غير الزهر اللي ما عندهاش. الو؟ نعم اسيدي. نعم موجود، ما تقطعش. نعم اسيدي. حتى المجلس. واخا مولاي في الحين. السي حكيم الله يخليك. لما تسلم على السيد. اشهد انك. سي إبراهيم دابا نخليك تمشي تشوف الأخت ديالك، راه بنسينا البيت ديالها 122. الله يخليك، إلا عرفتي أي جديد ولا شكيتي في شي حد اتصل بينا. شكرا لك سيدي. الله يحفظك. السرعة تبقى عليك.
صباح خير لالا بوليس. الله يخليك لالا، بغيت نسولك على هاد السيده اللي ساكنه هنا، كتعرفيها؟ واحد السيده مع خوها. اسمها مريم. هي مريم مزوجه؟ مطلقه سيدي، كانت واخده واحد الراجل سكير الله يعفو عليه، ديما كيضربها، وشتي حتى دابا باقي كيجي عندها ويحمي الزازه في الدرب غير يسكر بالليل وعين حتى ما يكون شي خوها في الدار، وكيبقى يفرع في الدفاد الباب وكيحلف ليها حتى يقتلها الا ما رجعتش لعندها. وياك لاباس؟ لقيناها مضروبه بالموس. الله الله مسكينه، وفين هي دابا؟ نسينا في قسم الانعاش. شكرا لك. الله لا مريم ما عندها سعد مسكينه. فاطنة مريم هاد ربعه داك المتعوز ديال راجلها في الموت ودابا راها في السبيطار مسكينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مفتي الشرطة حكيم عامل حميد. تفضلوا. جينا ناخذ عندكم بعض المعلومات. تفضلوا. سيدة مريم تمر خدامة عندكم؟ هي سيدي. اش كتعرفوا عليها؟ عاملة معقولة وعمرها ما منكرت الخدمة، إنما هادي يومين شفتها ما جاتش. ما جاتش حيت في المستشفى العام شي حد ضربها بالموس. يا راتي. واش عندها شي علاقة مع شي حد هنا؟ ما نعرف، ومع الأسف صعيب علي باش نفيدكم شي حاجة في هذا الموضوع. إنما صاحبتها يمكن تفيدكم في هذا الموضوع أكثر مني. صديقتها؟ نعم. سعدية. ممكن نشوفوها؟ ما كاين حتى شي مانع. نديكم عندها. تفضلوا. تفضلوا يا سي حميد. سعدية. نعم سيدي. هذا البوليس غيسولك على مريم. على الراس والعين يا سيدي. عندك خبر شنو بقى لمريم تمر وياك؟ ايه يا سيدي، غير هذا الصباح باش دزت موراها للدار عاد عاود لي اخوها. عندك شي حاجه باش تفيدينا؟ مريم كانت كتعاود لي دائما على راجلها اللي طلقها حالف حتى يشوه لها وجهها ولا يقتلها الا ما رجعتش. بلاتي بلاتي الله يخليك. لا اللي بغينا نعرفوا حنا واش كاين شي واحد هنا في هذا المحل معكم هنايا اللي كيبسل عليها وعنده معها شي حساب؟ اللي كيبسل عليها هو المساعد ديال الشاف سي رشيد. بحالاش كيبسل عليها؟ راكو عارفين ديما هنا وفي الزنقه. طب ما باغي يتزوج بها؟ لا لا سيدي، هادوك ماشي في عائله باغي يتزوج. شكرا الله يعاونك. الله يعاونك سيدي. اجي الى عرفتي اي شي حاجه جديده حاولي تتصلي بينا. واخا. جاسي بغيت نشوف المساعد ديالك. خارج عطله وسيرجع؟ دابا شي 10 ايام. يمكن لك تعطينا العنوان ديالو؟ اييه، تفضلوا المكتب ديالي. ساعتي هذا واحد السيد سميتو راشد بغا يشوف. ادخل. صباح الخير. زيد، انت هو راشد ديال مجمع صناعة التقليدية؟ اييه. البطاقة ديالك؟ لا سيدي. العام. احتراماتي سيد العميد، هذاك السيد رشيد ديال مجمع الصناعة التقليدية هو معايا في المكتب. إوا شوف، بدا مع الشنطة خانا ماشي. واخا سيدي. سي رشيد، شنو العلاقة ديالك مع مريم؟ علاقة مراقبة عاملة كسائر العاملات. هادشي اللي كاين؟ ما كنتيش باغي تجوج بها؟ لا، علاش غنتزوج بها؟ كيفاش لا؟ انا عندي الشهود باللي كانوا كيشوفوك وانت ديما كتبعها وعينك عليها في المجمع وحتى على برا. هادشي ما صحيحش. ونهار السبت فين كنتي؟ كنت في واحد الكلوب. غتقول لي بوحدك بيان سور؟ لا. شنو شي وحده من المجمع؟ لا، كنت مع واحد صاحبي. واسمو صاحبك؟ محمد توالي. وزيد هو خدام نيت تما. اش قلتي لنا هادي سميتو؟ الشمس. الشمس كلوب.
سي رشيد، علاش تكرفستي على السيدة؟ أنا ما تكرفت على حد، ما شفت حد، وزيد اللي عندي راني قلته. واخا سيدي، إذا غنخليوك هنايا معنا حتى تعترف. سي حكيم عيط لهم يديروا الكاشو. أنت ما تكرفت على حد. والله ما درت شي حاجة. عبد الصمد، دير. أنا ما تكرفت على حد. انا درت والو والله ما درت شي حاجه انا اللي درت لا كلكم ما درتوا والو السلام عليكم. السلام سيدي. السي تولي هنا؟ كاين السي. كان تشوفوه؟ ايه تفضلوا السي. قولي السي تولي اش كيخدم هنا؟ هو اللي مكلف بالنادي. وكيجي ديما؟ ديما ما عدا الاثنين. من هناك؟ ايه تفضلوا السي. بارك الله فيك، خلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السي تولي؟ هي انا سيدي. بوليس. وانا نحقق معك واحد القضية. مرحبا تفضلوا. السي تولي الله يخليكم انا كنت قلنا فين كنتي ليله السبت من 6-12 كنت هنا. لا الله يخليك ما تزربش، حاول تفكر مزيان عاد جاوب، لان كل حاجه كتقولها بالنسبه لنا مهمه. كنت هنا في النادي وانا متاكد، لان ليله السبت كانت الحفله مرور 10 سنين على تاسيس النادي. وشكون اللي كان في هذه الحفله هذه؟ المنخرطين بالنادي بالطبع. واش كان شي حد من غير المنخرطين؟ ما كان حتى حد، من غير واحد الصديق ديالي طلبت منه يحضر. شنو الاسم ديالو؟ رشيد. فاش كيخدم؟ في مجمع الصناعه التقليديه. واش انت متاكد بلي هذا السي رشيد كان معاك ليله السبت من 6-12؟ معلوم، كنا مع بعض. وشكون اللي يقدر يثبت لنا هذاك اللي كتقول؟ الناس كلهم شافونا مع بعض. الناس كلهم ماشي جواب، حنا بغينا واحد شافك. يمكن لكم تسولوا السرباي اللي كان كيسربي علينا. السرباي؟ ايه يمكن نشوفوه. معلوم، تفضلوا معايا. سلام. شوف ابو عزال بوليس بغاو يسولوك. واخا نعم اسيدي. من 6-12 ديال الليل السبت اللي داز، شكون اللي كان مع السي التوالي؟ كانوا مع الناس اسيدي. خلينا من الناس، ما تهضركش على الناس. شكون اللي كان مع السي التوالي؟ شكون اللي كان معاه يعني؟ كان معاه واحد السيد صاحبه اسمه رشيد. والليل كله ما تحركش من حداه؟ لا نعم اسيدي، بلاتي بلاتي كان مره السي التوالي تيمشي للبيرو ديالو تيطلع المسائل للخدمه وتيجي. انت متاكد من هادشي اللي كتقول؟ يا نعم اسيدي. شكرا. السلام عليكم. نعم. السلام. ياك لاباس السي تمام؟ لا ما كاين والو، سير شوف خدمتك. كيف مالهم 50 عطونا 25. لا ياك هادشي اللي كاين في الوقت. اش غتعمل؟ سنتسناو. زيد. سي رشيد يمكن لك تمشي بحالك، الحق ما تبعاتش ربما نحتاجوك. واخا سيدي، شكرا. فهمتي ياك؟ تمشي فين؟ مع السلامة، الله يعاونك. غادي تو هما خصهم يتوقع. السلام عليكم. السلام. الله يخليك، انت ولا مين؟ انا ولا مين؟
ايش حال خاطر سيدي؟ انا تنسول على العماري. عماري اخي عنده ربو اليوم وليد لقاه برج الهواء. برج الهواء ايش تيدير تما؟ تصيد؟ واخا سيدي بارك الله فيك الله يعاونك. نعم يا سيدي. الو سي حكيم، العماري راه مابقاش خدام في المارشي ديال الحوت، راه ولا خدام مع الفليكيه. لا لا اليوم ما كاينش، اليوم قال لك روبو، ولكن راه قالوا لي دابا راه كاين في برج الهواء تيصيد الحوت. نعم سيدي. واخ سلام سيدي. عماري اش تي واش انت هو العماري؟ جاوب واش انت العماري؟ اي انا هو. شكون نتوما؟ وليس جينا نسولوك على مراتك مريم. ياك لاباس مالها؟ حنا نضربها بموس. نضربها بموس؟ اش وقع؟ هات لنا مازال ما ماتت. ما رسبت لي كنت انت. اش ما رسبت علاش تهضر؟ ما سبتي ما سبت سبتني فات ما سبت في الليل كان كنتي سبت لي داز كنت في داري مع من؟ ايه ما كان معايا حتى شي حد. يا زعب قلت لك دخلت جوايا ديك الستة ونص ولا السبعة. اش بقيتي كدير؟ دخلت وبقيت نتفرج في التلفازة. اش كان في التلفازة ذاك الوقت؟ ما عقلتش انا اش كان في التلفازة، بقيت نتفرج حتى داني النعاس. واش كاين شي حد يقدر يقول لنا بلي شفت داك الليله هذيك الدار ديالك هذيك الليله هذيك؟ ربي ملي غنجيب لكم انا شي واحد. واش كاين شي حد ولا ما كاين شي؟ ما كاين حتى شي حد. اذا التهمه موجهه لك بيه. اتصل قسم المواصلات عطيهم الرقم ديال السيارة من بين علي سر. صافي يا مولاي الله يعاونك. خصك تفكر بشي واحد اللي يقدر يشهد باللي شافك الليلة ديال السبت في دارك. كنا على ضربتيها بالموس. جو علاش ضربتيها بالموس؟ اش تقول؟ واش كاين شي واحد اللي تيتعدى على نفسه وتيضرب ديك اللي باغي يعيش معاها حياته كاملة؟ إلا كنتي كتبغي لهاد الحدادة علاش كوني إلا كنتي كتضربها علاش؟ علاش؟ راك أنت دير علاش؟ عرفتي عايشك مليح؟ اعترف وقل الحقيقة. اش من حقيقة بغيتو؟ الجيران كانوا كيسمعوك كتحلف حتى تقتلها إذا ما رجعتش عندك. وبطبيعة الحال أنت ملي ما بغاتش ترجع ليكم وبقات حاملك وقالت لك أعطيني براتي وأنت أنت قتلتيها. لا هادشي ما كاينش. وين انا كنت انا كنت كنقول يضربها؟ شكون؟ شكون؟ انا عارفو. عارفو؟ يا شكون هو؟ ايه هو ولد الحرام ولكن انا اللي غاتفاهم معاه. شكون هو ولد الحرام على من كتكلم؟ شكون؟ ادوي يا صاحبي شكون؟ رشيد اللي كان خدام معاه. رشيد؟ وباش انت متاكد بلي هذا هو رشيد ولا عمل هادشي؟ شكون؟ هدر باش تتاكد من هادشي؟ لحقاش كنحط عليها العين. رشيد حققنا معاه كل شيء. التهمه موجهه ليك انت ليك انت على الليله ديال السبت. مال هاد الليله السبت مالها؟ واش تحتي انت من السما؟ ما دخلتي ما خرجتي ما شريتي حليب ما شريتي مالك منين جيتي؟ خصك تفكر في شي حد اللي يكون شافك الليله ديال السبت في الدار ديالك والا غتكون انت هو المتهم. قلت لكم كنت في الدار بوحدي بوحدي تنتفرج في التلفازه. هادشي اللي عندي ما نقول لك. برد هادشي اللي عندك ما تقول مزيان مزيان. اذا نخليوك هنا معنا حتى تعترف. عيط لي بالعين بالعين. ليكم ما درت والو. بارك الله مستعيل على جليان دير لا هذا نوض. ما درت والو. زيد زيد ما درت والو.
سي حكيم قال لنا شويه وقع واحد الهجوم على واحد السيد كان خارج من الدمام ديال الضمان داو له الشكاره ديال عامره بالفلوس سميتك حسين عمس وفين كنتي ملي كان وقع هادشي نعم كنت غير هنا عمس الله يرحمه اشنو شتي شت واحد خليع صلاح ايوا وغليت شويه وجهه ضايف طويل ولا قصير لا ما طويل ما قصير نعم وانت فين كنتي ناعس لا راه كنت مشغول مع واحد السيد كيخرج الطوموبيل ديالو وفي ديك الوقيته جات واحد الطوموبيله بزاف الطوموبيل كامله الطوموبيل رماديه نعمس رماديه شكون فيها شحال فيها ديال الناس فيها جوج الناس والماركه ديالها اللي ديزبت غير دي جويل المركز في الطاقه الوطنيه الى شتي المركز 18 لا حتى 18 عطيت تعليمات للشرطه طوموبيله ار دي جويل طوموبيله ار دي جويل رماديه فيها جوج ديال الشبان كيجري وقفوا في الحين عملوا لي جميع لي براج عملوا لي براج في الرباط عملوا لي براج من جهه السفاح عملوا لي كل محل يلا عيد نمرة طوموبيلة وصلت السيارة من الداخل شنو فيها ودرتي اجي نتوما السيارة ديالكم هادي لا سيدي ماشي ديالنا ديال من كانوا راكبين فيها جوج درجال طاحت بهم اون بان نزلوا منها كيقلبوا في الموطور ومشاو وهازين واحد الشنطة كي دايرين هاد الدرجال هادو واحد فيهم حسن شعره والاخر داير اللحية منين دازو مشاو نيشان دخلوا مع داك القوس الشاب ما كاين فيها ولا شي والو سجلتي النمرة ديالها الو المركز النجدة شوف فكروا بلي سدعنا ثلاثة ديال النوبات وما جاش زيد سي سميتو الهاشمي الطاجي يدخل جلس هاد السي الطاجي مقدرش نعمس علاش مريض بالباس الحشر قول لي يا سي الطاجين واحد رونو دي زويت 592 الف 3 ديالك ديالي نعم سيدي ارى البطاقة ديالك قول لي يا سي هاشمي فين هي السيارة ديالك نعم سي معنا مريض باركة باركة في الطوموبيلة جا واحد السيد طلبها من عندي باش يزور بها مو واحد الوالد شكون هو هذا السيد العياشي نعم سي وفين ساكن دير بالهادي ها البطاقة ديالو هاي فين كتعرفو؟ نعمسي ياك ما كاين بس حنا كنسولو ماشي انت فين كتعرف هاد السيد؟ كان جاري قديم نعمسي ومال فكرتش نلفو السيارة ديالك؟ لا نعمسي غير هاد المرة مو الحاجة مينا مريضة بزاف وقال لي غديها لواحد الوالي سميتو سيدي بوحدي صافي صافي صوركم الله يرحم والديك ياك ما دار بها شي حادثة غايت انا طوموبيلتك في الفوريا ملي غنسريو التحقيق غنعطوها لك هاك الله يعينك واخا نعمس اسمع لا تبعد شي بزاف ربما نحتاجوك واخا نعمس الله يعاونك سي العميد وصلنا لإذن الوكيل الملك باش نفتشو دار العياشي
واو غتثبت با العياش غادي راه الضربه الاولى وتتبعني راه دير لاباس وكين تسمع الكلامه شحال يكون هنا شي 15 20 مليون يا حكيم خذ معنا زوج ونفرق هادو حنايا غادي تعرفك هنا شي الاخر يتباني سمعتي وتسمع الكلام راه قلت لك غتثبت با العياش خذ النص واعطيني النص لا مولاي انت غادي تاخذ غير الثلث وعلاش انت يلا سكتي الطوموبيله وباغي تاخذ بحالي بحالك انا اللي خاطرت نفسي اجمع يديك بوليس متحرك وخاف هذيك السيارة اف 18 اللي ارتكبتو بها الجريمة هذيك السيارة ديالكم الناس اللي دايرة واحد السيد شكون هو؟ ها؟ سمو سمو الهاشم الطاجين وهذاك السيد هذاك مشارك معاكم؟ لا لا كنت غير انا وكبور ها كون ما كانش مشارك معاكم كاع ما يعطيكم الطوموبيل ديالو لا انا اللي دخلت عليه ورغبتو باش ندي الوالدة تزور سيدي ابراهيم بولعجوز والبنكار شكون دخل لها انت ولا هو كبور سيدي كبور سيدي كبور هذا هو هذاك زيد حسب هاد الصوره هادي راكم صحاب نتوما كتعرفوا ماشي فشي حاجه غير لعب بين الصيد وما سمعت ايوا انت كتعرف بلي السيد ما مزيانش وانت كتعاشرو معرفه الصغر من جماعه كنلعبوا الكره واليوم كتلعبوا بالنار كي وقع قدام الفتاه قاعد بلايت السلام عليكم سلام تفضل يا فلان زيد اش درتو في هذه القضيه هذاك السيد اللي قتل مرتو حتى هو مات كيفاش مات شحرك في واحد باكيرا مع شي مغاربه وافارقه ساعه من سويرتي كلهم غرقوا اخويا العباد شي حلو بزاف بسوس بسوس قول لي اش درتو في ديك القضيه ديال ديك خيتنا اللي شفتوها مضروبه بالنص عادي ما درنا والو مازال بونا Thank you.
راسي. علام كتقلب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هو السي ابراهيم؟ نعم. ما عرفتينيش، ولكن انا كنعرفك. انا جاركم، ملي سمعت داكشي اللي جرى الاخت جيت تنجري باش نشوفها. بقات فيا مسكينه. دخل شوفها واخا هي ما غاديش تعقل عليك. شكرا. شفتي هيا بين الحياه والموت كترجع رحمه الله وخلاص. كيقولوا الاطباء الا مشات تعاش غادي تبقى بكما ما كتسمع ما كتهضر. مسكينه والله الا بقات فيا شحال مره وصلتها للخدمه. انت اسمك الله؟ انا المعطي. والله يشافيها. مالك كون صافي صافي. غنقضي شي حاجه وغادي نوصلك. حدي اخويا حلوان. حيدي يديك. راه هضرت معاك. حيدي يديك. حيدي يديك. حيدي يديك. حيدي يديك. على حسب ما غنزل عليك بهاد العصا. حدي اخويا. ايوا سي ابراهيم اش مخبار؟ اليوم جاي يزورها واحد السيد، قال لنا بانه ساكن في الحومه الفوقانيه. غير هو حل الباب شويه وشافني وهو يسدو عاوتاني. وما دخلش؟ لا رجع بحالاتو. جيت انا خرجت لعندو، ملي سولته قال لي سميتو المعطي، جا باش يشوف مريم حيت سمع الناس ديال الدرب كيعاودوا عليها. جيت انا شكرته وعاودت له عليها بلي ما وعياش وكاع ما كتهضر، ودخلت يشوفها. ايوا غير شافتو مريم واللون ديالو جهه تبدل، غير هو خرج وبدات كتشير لي بعينيها وبصعوبه كبيره حاولت توصل لي بان داك السيد هو صاحب دعوتها. واش درتي انت؟ تبعتو حتى عرفتو فين كيسكن. مزيان ما عندي ما نسالك. يا سيدي الدور ديالنا وصل. شكرا. مزيان مزيان. تقرا الدار. نقرا ضلي في الخنت. سير شغلك. زيدوا معايا. خليك هنا. غير بشوية من على الصلاة. أنا جاي. أنت أول ما تيجي؟ كنت. شنو درت؟ والله ما عرف شي حاجه. شوف الزوين ما عندك علاش تحلف. اجي للطريق وقلنا الحقيقه. ما عندي شي حاجه اخرى من غير داكشي اللي قلت لك. ليله السبت فين كنت؟ كنت في القهوه مع واحد صاحبي. وهذا هذا فين هو؟ يا كنتي سميتو كبور يا كنتي كيجلس في قهوه دالاس. وفين هو؟ شقاتو الارض؟ كتفلع عنا ولا؟ ايه كيجلس في قهوه دالاس. إلا ما لقيتوش اش بغيتي ندير لكم؟ بغيت تقولنا الحقيقة. تقولنا علاش ضربتي السيدة بالموس؟ ضربتها؟ ماشي أنا والله ما أنا. ماشي أنت؟ وشكون؟ أنا؟ واش كبور كان معاك؟ واش صديق كبور كان معاك؟ تكلم وجاوب السيد. اهدر أصاحبي. واش صاحبك ولا لا؟
شوف ابنبي غتبقى ساكت تجيبها في راسك، راه هو مطلوق كيدور مع راسو انت غتبقى مربي في الحباسات. علاش انا ما درت والو؟ ما درتي والو واخا طيب، ولكن ليت سبت ليت سبت على الله ليت سبت ليت الجريمه فين كنتي؟ هنا راني قلت لكم كنت في القهوه مع كبور. نوض عبد الصمد هذا الكشو الكشو انا باري والله ما درت شي حاجه والله ما درت شي حاجه. الو قل لي يا دكتور السيده مريم كيفاش بقات شويه؟ ايوا الحمد لله الحمد لله. دكتور الله يخليك واش يمكن لنا نجيو نشوفوها؟ حميد حميد والمفتش سي حكيم. اسمعي يا بنتي، راح نقبضنا واحد من المجرمين، ولكن باش نقدموا المحكمة خصنا الشهادة ديالك. إلا يمكن لك تعاوننا كتسمعني؟ إلا يمكن لك تعاوننا السيد راح نجمعه هو هنا مور الباب غادي يدخل، ولما نسولك غادي تواجبيني غير براسك. واش يمكن؟ طيب دخل السيد. قول لي يا بنتي واش هذا هو اللي ضربك موس؟ شوفي فيه مزيان، هذا طلعتي معاه في الطوموبيل؟ شوفي هاد الصورة لالا، واش هذا هو اللي كان مع هذا وهو اللي ضرب موس؟ واش هو هذا اللي ضرب موس؟ هو خرجوا. ما يكون بس سي ابراهيم دابا غير تهنا هاد السيد هذا غنقدمو للمحكمة، والسيد الاخر مسألة وقت غادي نجيبوه تهلا فيها. السلام عليكم. شكرا. صافيت لي شفتك في شي بلاصه. قولي بعدا شنو درتي باش جابوك لهنا؟ سد فمك ولا غادي ندمك. بط عينيك ولا غادي نتقبهم ليك. هادي النقطة اللي نقول لها هادي، ولكن ليس برا كلها كانت في هذه المنطقة. واخا نجيب نشوف. سي زوبير السلامة، كيفاش راك لوطيل ديالنا؟ خرجت مع الكوك. سي زوبير، واش غادي تعاوننا أو لا غتبقى في الهضرة ديالك؟ واحد النصيحة نصحك، أحسن حاجة هي تعاون معنا، لأن غادي تكرر غادي تكل. صبر 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 صبر، ما كايناش نطولوا في الهضرة. جلس أخويا جلس. جلس على ود اللي غتسمع، أحسن تسمع وأنت جالس. ونزيدك واحد الخبر يمكن يفرحك، هذيك السيده اللي سحبكم قتلتوها وصفيتوها ليها عاشت حلات عينيها. واليوم حلات فمها بدات كتكلم. كيفاش؟ بحال اللي كتسمع دابا غتقولنا الحقيقه، غتقولنا الحقيقه كلها من الاول حتى الاخر. ملي قلتي الحقيقه غتخف عليك العقوبه. ماشي انا. شكون؟ شكون؟ كبر هو اللي ضربها. صبر صبر دابا تجي بلاتي.
سي حكيم جي نديرها من الصباح. تكلم مريح ممكن نسمعوك. نهار السبت في العشيه كنت غادي في الطوموبيل ديالي وفي الطريق شفت مريم واقفة تتشهد وقفت ليها وملي مشيت عندها طلبت مني باش نوصلها لعند خالتها. مريم تتسناي شي حد؟ من قبيل ولا كنتسنى الطاكسي؟ على فين غادي؟ غنمشي عند خالتي مريضة مسكينة بزاف وخصني نبدا نبات معاها هاد الليلة. على فين كتسكن؟ هنايا في حي الأمل في الكارتي ديالنا. حي الأمل؟ هاديك هي طريقي. يلا يلا نوصلك. بارك الله فيك. تفضلي. قلت ليها خصني ندوز عند واحد صاحبي عاد نوصلك لأن عندي معاه شي موعد. قلت لي ما كاين مشكل تمينا غادي في الطريق مشينا في سلام حتى قربنا نوصلو. ملي وصلت عند كبور بغى يطلع هربت مريم ما فهمتش. علاش يلا صاحبي ديروها تما يلا. نزلت من الطوموبيل لقيتو ضربها بالموس بقات فيا اش درتي يا صاحبي؟ هي اللي عطاتني يا صاحبي وانت دايما يديك خفيفه انا شو بحال تلقاها. سي حكيم اعطيه وقع وغدا نقدمه للمحكمة. وكبور كبور بغيتي كبور يجي ونسك غادي نجيبو كبور ولا عليك. سي حكيم جيب لي السي العمري الله يخليك للمكتب. هكذا غدا نقدمو للمحكمة حاضر وجيب لي العماري المكتب سيد العمري زيد. سي العماري يمكن لك ماشي بحالك لقيتو اللي شافني نهار السبت في الدار. يلا سيدي الله يعينك بارك الله فيكم. شوف ما تبعدش ربما نحتاجوك الله يعاونك. نعم سي حكيم قول لي لعباس راه في المكان ما عندي ما نسالك. عباس اسمعني حاول تقرب منه وربح شويه الوقت على ما نجيو. واخا انا مسك السلام عليكم. السلام ممكن نسمعك شويه؟ تفضل. انا خيك العويه البارح حتى الاول اخي الله يصب عليك صب علينا وعلي صاحبك.
سيدي تبارك الله عليكم تصبحوا على خير. الله أنا من صبرك. كيف الشرطه طار دابا دير الجناح وطير زال 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 قرب من نفسك مزلموس كبور مزلموس قرب يا نفسك لا لا كبور مزلموس واش يدير ضرب ضرب زيد بالك Say it.